البي سي اي، واهلا وسهلا بكل الاشخاص اللي ناطريننا لحتى يتابعوا معنا الليله سحب جديد للوتو اللبناني رقمه 2079 لليوم الاثنين 30 كانون الثاني 2023. يعني واخيرا خلص هالشهر اذا فينا نقول، وكلنا بحاجه ل معاش إضافي أو لبونس أو لمصاري لحتى نقدر نتسيسر مادياً. يعني ما حدا بيعرف، يمكن اليوم المرتبة الأولى تكون من نصيبكم مع اللوتو اللبناني، هيك بتحسوا حالكم فشيتوا خلقكم من شي ميلة. المرتبة الأولى لليوم كتير حرزانة وقيمتها على الأد 6,770,131,405 ليرات. إن شاء الله منقول مبروك لرابح أو أكثر فيها، مش غلط. بالنسبة للتانية ما في تراكم بما أنه الجايزة ربحت بالسحب الماضي، وبتكون الجايزة حوالي 400 مليون ليرة، وكمان إذا ربحت منحدد قيمتها على الأد، أما زيد مثل العادة 75 مليون ليرة. حظ موفق للجميع. قبل ما نبدأ بالسحب ونشوف شو راح تختار المكنة لليلة من أرقام رابحة، بدي أذكركم أنه على طول صحباتنا تحت إشراف عضو لجنة الرقابة ومندوب وزارة المالية أستاذ وسام جوني. مساء الخير وسام. مساء النور، يسعد مساك. أهلا وسهلا فيك معنا الليلة. رح نبلش فورا أنا وياك بالسحب وإلى المكنة. يلا، 42 طابة دخلوا بقلب المكنة مباشرة قدامكم على الهواء، وكلنا بانتظار ينزل منهم بس 7 طابات، على أمل أنه تشوفوا أرقامكم أنتوا الليلة على الشاشة. أول طابة 5، طابة تانية 19، طابة ثالثة 22، طابة رابعة 33، الطابة الخامسة 26، الطابة السادسة، والطابة السابعة والأخيرة لليلة 41. هول هن الارقام يلي اخترتهم مكنة اللوتو لليلة. مثل ما بتعرفوا في 6 طابات اساسيات يلي هن مخصصين للمرتبة الأولى، والطابة السابعة الإضافية، إذا صبتوا 5 أساسيات والطابة السابعة الإضافية فيكن تربحوا معنا المرتبة الثانية، على أمل إنه أكبر عدد اليوم منكن يكون توفق بهيدا السحب. رح نتابع هلا أنا وياكن مع زيد فرصة إضافية للربح. إلى المكنة. رقم زيد مركب من 5 طابات، منبلش مع أول طابة 8، طابة تانية 4، 0 طابة تالتة، طابة الرابعة 8، والطابة الخامسة 6. وهيك بيكون تشكل رقم زيد يلي هو 68,048. مشاهدينا رقم زيد على طول بيكون في باعلى شبكتكم رقم عشوائي، يعني منكم انتم يلي بتختاروه، انتم عليكم تكونوا دافعين بس 2000 ليره زياده على سعر شبكه اللوتو، ويكون في كلمه في باعلى الشبكه لحتى تكونوا داخلين معنا بالسحب. هلا خذوا وقتكم، رجعوا شيكوا على شبكتكم كثير منيح. شفنا سري اللوتو ورقم زيد، صار وقت نتوقف مع بريك قصير لنرجع لكم من بعده مع النتائج. لاقونا. عن زيد
مشاهدينا رجعنا معكم لحتى نتابع القسم الثاني من سحبنا لليوم، وهلا صار وقت نعرف اذا في عنا رابحين بالمرتبه الاولى، هيدا اهم شيء، المرتبه الثانيه ايضا وزيد. رح ارجع اذكركم بالجوائز، حكينا اليوم عن مرتبه اولى قيمتها 6,770,000,000 تقريبا واكثر شوي، الثانيه حوالي 400,000,000 وزيد مثل العاده 75,000,000 ليره. هلا رح نرجع ناكدكم من السرير رابحه، رجعوا شيكوا على شبكاتكم مره جديده لكل يلي ما لحقونا من اول قسم، ولكن هالمره مع استاذ بسام. تفضل بسام. شكرا. سحب اللوتو رقم 2079 لنهار الاثنين 30 كانون الثاني 2023، حمل الارقام السته التاليه 5 19 22 33 26 17 والطابة السابعة الإضافية للجائزة الثانية حصرا 41. شكرا لك وسام. هلا رح نشوف أنا وياك التابلو، يعني على أمل يكون في عنا رابحين اليوم. الوضع كله بيعمل ستريس، الواحد شو ما ربح رح ينبسط. خلونا نشوف التابلو. تابلو اللوتو أولى لليلة، ما في أولى ولكن في عنا شبكتين بيربحوا بالمرتبة الثانية، ألف مبروك. كل شبكة بتربح 232,540,000 ليرة. بالمرتبة الثالثة في عنا 56 شبكة، كل شبكة بتربح 4,712,000 ليرة. بالمرتبة الرابعة في عنا 1,768 شبكة، كل شبكة بتربح 149,000 ليرة. بالمرتبة الخامسة 22,578 شبكة، كل شبكة بتربح 32,000 ليرة. يعني مبروك للجميع، مبروك الكبير للشبكتين اللي ربحوا معنا بالمرتبة الثانية. رح نعرف أنا وياكم من وين ربحوا. أول وحدة محل مخول مخول بالعقيبة، الشبكة الثانية هاشم سال بالشياح، يعني ان شاء الله بتتهنوا بهالمبلغ اللي صار لكم من اللوتو اللبناني. ودائما بنقول عقبال ما يوصل الدور للجميع معنا، يعني اذا مش التنين الخميس انتو حظكم. هلا رح نشوف الرقم الرابح لزيد ومن بعدها بننتقل للتابلو. تفضل وسام. سحب زيد رقم 2079 لنهار الاثنين 30/1/2023، حمل الرقم 68,048. شكرا وسام. يعني زيد بخليكم تربحوا 75,000,000 ليرة، هولي إضافة على اللوتو. يلي ما توفق باللوتو ما حدا بيعرف، يمكن تنقش معه بزيد. إلى التابلو. زيد لليلة مرتبة أولى، ألف مبروك. في عنا شبكتين بيربحوا معنا وبيتقسموا المبلغ الإجمالي، كل شبكة بتربح 37,500,000. خي كل شبكة بتنتهي ب 8048 بتربح 900,000 ليرة، كل شبكة بتنتهي ب 048 بتربح 90,000 ليرة، وكل شبكة بتنتهي ب 48 بتربح 8,000 ليرة. يعني شو حلو لما بيكون في عنا رابحين بهالمراتب الأساسية، منفش شوي خلقنا وننبسط لكم قد الدنيا. من وين ربحوا الشبكتين بزيد؟ أول شبكة ميني ماركت أيوب بحولة، شبكة تانية محل إكلال بوشرية. مبروك لإلكم، إن شاء الله تكونوا عم تحضرونا مباشرة على الهواء، يعني وكمان إن شاء الله بتتهنوا بهالمبلغ اللي صار لإلكم من زيد هالمرة. هلا بما إنه اليوم الأولى مرة بحيت، ومثل ما قلت لكم كانت 6,770,000,000، بدنا نشوف قد إيه رح بتكون لسحب الخميس إن الله راد مع أستاذ وسام. تقريبا أستاذ وسام قد إيه رح تصير الأولى؟ عندنا جايزة أكبر حوالي 7,400,000,000. حلوة وحرزانة أكثر. شبك الجايزة الثانية، الجايزة الثانية بترجع بتبلش حوالي 450,000,000 وزيد؟ وزيد 75,000,000. شكرا لك وسام. يعطيك العافية. الله يعافيك. إذا مشاهدينا مثل ما سمعتوا الأولى عم تتراكم ورح تصير حرزانة أكثر، لحتى تفوتوا معنا بفرصة الربح صرتوا تعرفوا قادرين تلعبوا من جميع مراكز بيع ألعاب لليبانيز دي جو على كافة الأراضي اللبنانية، وأيضا عبر الإس إم إس على 1020، أرقامكم الستة فرق سبيس بيناتهم أو كيو بي إذا حبيتوا تلعبوا شبكة عشوائية، وفيكم تلعبوا أيضا من الويب سايت www.lldj.com أو من الأبلكيشن LLDJ. أنا بلاقيكم إذا الله راد نهار الخميس بسحب جديد مع جايزة حوالي 7,400,000,000. باي. We'll be right back.
سجل على www.